سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم هذا الموديل اللي سبق لي بديته معكم ديال الحصيره بالغورميت. اخر مره كنت خدمت معكم السطر الاخير فيه 5 الفراغات وثلاث اعمده من كل جانب، وهنا حبست زياده. يعني من بعد ما غاديش نزيد، انا اكتفيت بهذا العرض. ممكن نتوما تزيدوا على حسب العرض اللي بغيتوه بنفس الطريقه اللي خدمت من قبل. هنا فوق اول عمود غادي نرتفع ب3 سلاسل، كنعتبرهم عمود. غادي نمشي للثاني عمود، غندير العمود الثاني والثالث عمود، ونخدم العمود الثالث. هنا في الفراغ عندي سلسلتين، غنعوض بعمودين. وهنا عندي عمودين فوق كل عمود، غنخدم عمود. هاد السطر كله غيكون أعمدة، يعني كنعوضو جميع الغرز سواء السلاسل أو الأعمدة. هنا في الفراغ عندي سلسلتين، غنعوض بعمودين. من بعد عندي عمودين فوق كل عمود، غنخدم عمود. سلسلتين غنعوضهم بعمودين. من بعد هنا عندي عمودين فوق كل عمود، عمود. معليش كنعاود نفس الهضرة، لكن بالنسبة للمبتدئات مهم هذا التكرار. عندي هنا فراغ سلسلتين، كنعوض بعمودين. وهنا عندي عمودين فوق كل عمود، عمود. حتى كنكمل هاد الفراغات اللي عندي، يعني السطر كامل. هنا اخر فراغ غنعوض بعمودين. وهنا عندي 3 أعمدة في الجانب، كل عمود غنخدم فوق منه عمود. ما تنساوش 3 سلاسل كيكونوا عندي في الجانب، بعض المرات ما كيبانوش انهم عمود، لكن تذكروا ان عندنا دائما 3 أعمدة في الجانب، يعني هاد 3 أعمدة يبقاو معنا تل اخر الخدمة. هذا هو سطر الأعمدة. من بعد غادي نقلب الخدمة، وغادي نرتفع بسلسلة. هنا فوق أول عمود غندير غرزة حشو الأولى، وغرزة حشو الثانية في العمود الموالي، وغرزة حشو الثالثة في العمود اللي حداه. في الفراغ غادي نحبك الحبكة الأولى والحبكة الثانية. من بعد غادي نخدم غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية. غنوصل للفراغ، غندخل كروشي الفراغ، وغادي نحبك الحبكة الأولى والحبكة الثانية. هنا عندي من بعد غادي نخدم غرزتين حشو فوق كل عمود، غنخدم غرزة. والفراغ غادي نخدم 2 حبكات. دائما نردو البال للعمود اللي كيكون حتى الحبكة، بعض المرات كيتغطى. هنا غادي نخدم غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية.
وننتقل للفراغ، نحبك المرة الأولى والمرة الثانية، ومن بعد غادي نخدم غرزة حشو الأولى، غرزة حشو الثانية، وننتقل لآخر فراغ. هذه الحبكة الأولى وهذه الثانية، وكيبقى لي 3 أعمدة فوق كل عمود. غنخدم غرزة حشو، ما تنسوش 3 سلاسل دائما. باش كتعرفي العدد دائما، باش تذكري الا غلطتي في نفس السطر تحاولي تصلحي الغلط ديالك. غادي نرتفع ب3 سلاسل في ثاني عمود، غادي نخدم عمود في ثالث عمود، غنخدم في ثالث غرزة عفوا، غنخدم عمود هنا. غادي نوصل للحبكة، غادي ندير فوق منها سلسلتين، غادي نخلي الغرزتين ديال الحبكة، غنمشي للغرزتين اللي من بعد، غنخدم عمودين. هذا العمود الأول، العمود الثاني، سلسلتين فوق من الحبكة، ومن بعد غادي فوق الغرزتين غنخدم العمود الأول، العمود الثاني، سلسلتين باش كنحل الفراغ فوق من الحبكة. ومن بعد كنبدأ الأعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، سلسلتين، نخلي غرزتين ديال الحبكة، وفي الغرزة الثالثة كنخدم أول عمود وثاني عمود. سلسلتين، هذا آخر فراغ، نخلي غرزتين، ويبقى لي 3 غرز فوق كل عمود. غادي فوق كل غرزة نخدم عمود، هنا حليت 5 الفراغات نفس السطر اللي كان قبل، أو السطر اللي قبل من هذا، يعني غادي نحافظ على 5 فراغات حتى لاخر الخدمه. بعد قلبت الخدمه وارتفعت 3 سلاسل، وخدمت ثاني عمود وثالث عمود. هنا عندي سلسلتين او الفراغ، غنعوض بعمودين. هنا عندي عمودين فوق كل عمود، غادي نخدم عمود، هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني. هنا السطر كنعوض جميع الغرز سواء أعمدة أو سلاسل بالأعمدة. في الفراغ كنعوض بعمودين، غادي نكمل السطر كله هكا. انا من بعد ما كملت الخدمه كما قلت لكم، عوضت كل سلسله وكل عمود بعمود. قلبت الخدمه، هذا السطر غادي يكون نفس السطر ديال الغرز الحشو، يعني فاش كنحبكو هاد الفراغات. انا ارتفع بسلسله وندير غرزه حشو الاولى، غرزه حشو ثانية، غرزة حشو ثالثة.
انا وصلت للفراغ، هنحبك المرة الاولى ونحبك مرة اخرى في نفس الفراغ ونفس الخدمة كتعاود. من بعد غادي نمشي نخدم غرزتين فوق غرزة فوق كل عمود، غرزتين حشو متابعين. من بعد غنوصل للفراغ وغادي نحبك، هذه الحبكة الأولى والحبكة الثانية. بالنسبة لهذه الغرز الحشو حاولوا تخدموهم بشكل عادي، لأنه إلا زيرتي يديك من بعد ما كتقدريش تخدمي الأعمدة فوق منهم، يكونوا مزيرين. هنا خدمت غرزتين حشو فوق كل عمود غرزة، من بعد في الفراغ غنحبك جوج مرات. غرزة حشو الأولى، غرزة حشو الثانية. هنا خدمت فوق الأعمدة، من بعد غنخدم فوق من تحت الفراغ أو وسط الفراغ جوج حبكات. من بعد غنتبعهم بغرزتين حشو متابعين فوق كل عمود غرزة، وهذا آخر فراغ غنحبك المرة الأولى، المرة الثانية. وهنا في آخر سطر عندي 3 أعمدة فوق كل عمود غادي نخدم غرزة حشو. ما تنساوش السلاسل اللي عندنا في الجنب، يعني كنعتبرهم عمود. هذا هو شكل الخدمة. انا غادي نكمل بنفس الطريقة حتى كنوصل الطول اللي بغيت. يعني الا بغيتو ديروا الفتحة غادي تخدموا 30 سنتيم او 32 وتحبسوا الخدمة، ومن بعد غادي نكملوا الطريقة الفتحة. والطوق كيكون فيه تقريبا بين 30 حتى 40، وان شاء الله غادي نكملوا في فيديو مقبل الخدمة وطريقة الخياطة. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.